شكرا للاستاذ الفاضل استاذ احمد مجاهد. فنحن ضيوف على مائدة علمه ونستزيد منه ومنكن ان شاء الله رب العالمين المناقشة البناءة في عرض ما تريناه من خيرات مصر ومن افضال مصر علينا، وان تشرح كل واحدة منكن رأيها في واجبها الذي يمكن ان تؤديه لوطنها. فليتفضل الاستاذ احمد مجاهد في ادارة الحوار. احنا ممكن نحاول كده نجمع اهم النقاط اللي احنا وقفنا عليها دلوقتي يا اولاد، وكل واحدة تتكلم عما فهمته او تحب ان تضيفه مما لم يقال. تفضل يا حبيبة. وقت تمام. نتكلم نقول ايه؟ يجب ان يقوم بكل اعماله يراعي ضميره في التعليم التلاميذ والمعلم، يبني الأبنية مثلا، والتلميذ يقوم بواجبه نحو بلادنا كما يجب. تمام، أحسنت. من يضيف؟ التعلم من أجل بناء مستقبل. نعم، دايما احب اقول جملة دايما، العلم مفتاح المستقبل، والعلم مفتاح جميع انواع المغاليق بعد تقوى الله سبحانه وتعالى. فدايما العلم هو بفضل الله سبحانه وتعالى هو اللي بيرفع الامم ويضعها في صفوف البلدان المتقدمة ان لم يكن في اولها. ها، من يضيف شيئا جديدا؟ ها، والله وحيدة المحافظة على اهل صوتك شوي. المحافظة على أماكن مصر وآثارها، هذا شيء جيد، لأن هذه الآثار بتعبر عن تراث مصر، بتعبر عن تاريخ مصر العريق حوالي 7000 سنة، فلازم نحافظ عليها. أعلى صوتك شوية. وده واجب مهم جدا، لسبب، لأن نهر النيل شيان الحياة في مصر، وإحنا عارفين طبعا إن معظم قيام الزراعة وقيام مياه الشرب بتكون في مصر على ايه؟ على نهر النيل. هذا النهر العظيم يعني الذي يروي الزروع ويسقي الناس، وكان سببا في استقرار الانسان المصري القديم، لان كلكم عارفين زي ما الاستاذ ابراهيم جالكم في الدراسات ان الانسان المصري القديم كان بيعيش فوق الهضاب ويبحث عن طعامه حتى جف النبات وجفت التربة فوق الهضاب، ثم نزل الإنسان إلى الوادي ليعرف حياة الاستقرار وليعرف بناء المساكن وليعرف معنى الانتماء. وكلمة الانتماء دي يا أولاد ليست بالكلمة اليسيرة، لأن كلمة الانتماء للوطن كلمة صعبة جدا، لأننا نعيش في وطن اسمه مصر، ولما نقول وطن اسمه مصر يبقى نحب نحلل كلمة مصر ديت لثلاث تحليلات، الميم والصاد والراء. الميم قلنا عليها قبل كده، ها حد يفكرني؟ مسجد صنعه المصري عبر تاريخ مثالي. والصاد اصرار وعزيمة اللدى المصري متى ما اهمنا بالهدف الايه؟ القومي. والراء ريادة ورفعة على المستوى المحلي والدولي والاقليمي والعالمي. فضل. يجب علينا ان نعمل كثيرا على توفير المصادر التشريفيه والمصادر المعلومات التعليميه
بشكل ما، لأنها أيضا بشكل متقدم ورقي بلادنا وسطي وسطي جميع بلاد العالم. أحسنت. يجب ان احنا نوفر طرق مواصلات وبعض الوسائل الكتيرة اللي تجلب السياح كتير عند بلدنا، عشان بلدنا تبقى استضيفة اهم. نعم، يعني تقصد ايه الكلام ده بس؟ يعني اقصد بالكلام ان لازم مصر يعني توفر وسائل كتيرة تخلي السياح ينبسط، يعني مثلا يوصلوا جميل كلام، زي مثلا يوصلوا وسائل مواصلات كتيره زي القطارات او الطائرات وبرضه يوصلوا له يعني. وقبل كل ده نوفر لمصر ايه كمان؟ ها قول يا ايمان. نوفر ايه لمصر عشان خاطر السياحه تزيد؟ ها الامن والامان. ها الامن والامان. احسنت، يا ريت نسقف لها الحياه تحيه جدا. نتمنى من ربنا ان يجعل مصر بلدا امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ايه ثاني اللي عايز يضيف حاجه يا بنات؟ ولا ها؟ يعني ان تكون كلماتنا ان تكون كلماتنا واحده. جميل. مع لكن انا بعمل كلنا بيننا من قوة وأنا دخل على مثلا حتى آخر فترة دي نعم. أحسنتي اللي بتقولهم تعليم ينفعكم على دروسهم وعلى معلم. صوت حضرتك شويه في الاضافه الجميله ديت. لا هو كل الكلام ده كله هيتعمل ازاي؟ هيتحقق ازاي؟ الكلام اللي انتوا قلتوه كله ده هيتحقق ازاي؟ الا بمجهودكم العلمي والمحافظه على مستواكم العلمي. يعني دايما الاستاذ محمود بيقول لنا كمصلحه اب كبير هنا، يعني ان اي حاجه عايزين نوصل لها لازم يكون قبلها تضحيات في المستوى العلمي، بمعنى نذاكر كويس ونجتهد كويس لنصل الى المطلوب. كل انتوا بتتكلمين مش هيتحقق الا بالعلم. ولازم نقرا كثيرا من الاطلاع وقراءه الكتب العلميه حتى نتقدم وندوات الثقافيه أحسن. بارك الله فيك. إن إحنا نوصل يعني يكون في أي لازم يعني كل المدارس تكون فيها وسائل طرق كبيرة، يعني مثلا حاجات حديثة تخلي الطالب يوصل المعلومة بطريقة جيدة جدا. أحسنتي أحسنتي. بارك الله فيك. وطبعا ان انا في المدرسه على فكره بنهتم بالوسائل العلميه بشكل غير عادي جدا، زي ما انتم شايفين مثلا بننفذ مثلا حاجه زي المدارات، بننفذ مثلا اعداد التلميذ لذاكره المنهج ذات نفسه، بعيد ان هو قبل ما الكتاب يجهزها التلميذ دلوقتي بيعمل ايه؟ يكون هو اللي مجهز الماده العلميه زي ما جهودكم الرائعه بصراحه في كتاب نحو النحو. لا تمام احسنت. طبعا كده نقدر ننهي الندوه دلوقتي ونقول لكم ربنا يوفقكم جميعا ونكمل بقى في الحصه الجايه ان شاء الله العمل باذن الله. السلام عليكم. شكرا للاستاذ احمد مجاهد على الندوه العظيمه وعلمه الغزي الوافد ومنظمكم المشرف. المنظر الرائع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أرحب بكم أبنائي بناتي طالبات الصف الخامس الابتدائي، ويسعدني ويشرفني النشاط الملحوظ والمتميز للأستاذ أحمد مجاهد مدرس اللغة العربية بالمدرسة، وهذا النشاط الملحوظ ومواكبته للأحداث التي تمر بها بلادنا، فكان عنوان محاضرته وندوته اليوم
هي في حب مصر. ونشكر له استضافتنا انا والاستاذ الفاضل الاستاذ محمود عطا، جزاه الله خيرا، فليتفضل. شكرا للاستاذ احمد مجاهد على هذه الندوة الجميلة التي سوف نستمتع بها. وعموما يعني نشكر الاستاذ احمد مجاهد، فليتفضل بابداء الندوة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى عليه الله رب العالمين، وأذن بالصلاة والسلام عليه للملائكة المقربين، وأوصى بالصلاة والسلام عليه عباده المؤمنين ليشارك ملك الأرض ملكوت السماوات في الصلاة والسلام على خير البريات، فقال ولا يزال قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، فحديثنا بفضل الله جل وعلا في ضيافة أستاذين جليلين، الأستاذ محمد ديدامون والأستاذ محمود عطا أستاذنا الكبير، يكون حديثنا في هذه الندوة إن شاء الله تحت عنوان في حب مصر، إيمانا بدور المدرسة بفضل مصر على الجميع. فحين أقول وطني مصر، ما أجملها من كلمة رقاقة تنفذ إلى القلوب. فمصر تتغنى بها الألسنة وتنطق بها الشفاه من كل جيل إلى جيل. نعم، ولماذا لا تتغنى بها الأجيال وهي جنة الله عز وجل في أرضه؟ من أرادها بسوء قسمه الله سبحانه وتعالى وحطم كيده. ولذلك حب مصر طاعة وعبادة، والموت من أجلها شهادة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون أرضه فهو شهيد؟ صلى الله عليه وسلم. وها نحن نتحدث اليوم عن وطننا الغالي العظيم مصر، ذلكم الوطن الذي أكلنا من خيراته وأقلتنا أرضه وتظللنا تحت سمائه، ذلكم الوطن العظيم الذي تعلمنا في مدارسه وتعلمنا في أزهاره الشريف. ولما لا نتحدث ونتغنى بذكر ذلكم الوطن السعيد؟ بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حريف الحب إن لم يتيمي. نعم، ما أحوجنا إلى أن نتكلم عن مصر، مصر الكنانة، مصر أرض الحضارة، منبع البطولة التي أشعت للعالم بأسره مواطن العلم والثقافة والنور. وكفانا أن نعلم ما قاله القدماء، قرئ القرآن فين يا أولاد؟ قرئ القرآن فين؟ ونزل فين؟ ها؟ من يجيب؟ نزل القرآن بمكة؟ ها؟ وقرئ؟ ها؟ لا، ها؟ لا، نزل القرآن بمكة وقرئ بمصر وطبع بتركيا. ولذلك يزول العجب حين نرى الارتباط الوثيق ما بين مصر وما بين القرآن. فمصر ورد ذكرها في القرآن الكريم في كم موضع؟ حد يقدر يقول لي؟ بالتصريح وبالتلميح، ورد ذكر اسم مصر في حوالي 24 موضعا من كتاب الله عز وجل، 5 بالتصريح و 19 بالكناية. تعالوا كده نشوف ذكر مصر في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وقال ايه؟ وقال الله عز وجل وقال الذي اشتراه من مصر، وقال الله عز وجل ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأيضا
تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وقال الله عز وجل على لسان فرعون: أليس لي ملك مصر. خمس مرات بالتصريح، يعني اسم مصر ذكر صراحة في هذه الآيات. أما بالتلميح في حوالي 19 موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قول الله عز وجل: اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن. وشوفوا سبحان الله العظيم، ربنا ما قالش اجعلني على خيرات الأرض، ما قالش اجعلني على خزينة الأرض، وإنما قال اجعلني على خزائن الأرض. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الناس جميعا قيمة مصر، فهي المخزن الأساسي للأرض كلها. بل كلمة خزائن هنا أولاد جمع، والجمع يفيد الكثرة، الجمع يفيد إيه؟ الكثرة، زي ما درسنا مع بعض في تذوقنا للجماليات. نعم، ولما لا نتكلم عن مصر؟ ومصر هبة النيل كما قال هيرودوت، مصر هبة النيل. نعم، مصطفى كامل يقول يا أولاد: لو لم أكن مصريا لوجدت أن أكون مصريا. وإذا أردنا أن نتكلم عن مصر فكيف ننسى شعب مصر؟ هذا الشعب العظيم الذي تقف الكلمات عاجزة عن التعبير حول صفاته وسماته. شعب مصر إذا تكلمنا عن الكرم كان في الصفوف الأولى، وإذا تكلمنا عن الجود كان مقدما على سائر الناس. وتعالوا كده نعود إلى تاريخنا لنسأله كيف كان كرم مصر أو أهل مصر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وإحنا عارفين طبعا يا أولاد سيدنا عمر الخليفة كان خليفة الثاني، تمام؟ سيدنا عمر بن الخطاب في سنة قد أصاب المدينة المنورة فيها سنة، يعني جد أو جوع أو قحط. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعث، أي أرسل إلى سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، بعث إليه كتابا يدعوه في دعم ومؤازرة أهل المدينة في هذه المحنة أو الشدة العظيمة. تخيلوا ماذا كان فعل رد أهل، أي رد فعل أهل مصر كان إيه؟ يقول المؤرخون إن أهل مصر فقيرهم قبل غنيهم قد سارع بتقديم العون لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، حتى أن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كتب في كتابه، يعني في رسالته: يا أمير المؤمنين، أرسل إليك أهل مصر بقافلة أولها عندك وآخرها عندي. شوف الكرم وصل لفين. أول القافلة اللي راحة بتحمل الطعام والشراب والزاد لسكان المدينة المنورة، أولها فين؟ في المدينة. وآخرها فين؟ في مصر. فهذا إن جل فإنما يدل على عظمة هذا الشعب الأبي الكريم الجواد. بل تعالوا بنا لنسأل التاريخ، لنسأل التاريخ سؤالا واضحا: ماذا تعرف أيها التاريخ عن مصر؟ سيجيب التاريخ قائلا: مصر بلد العزة وأرض الكنانة وجنة الله في أرضه، لطالما كانت مصر صخرة تتحطم عليها أحلام وآمال البغاة والطغاة. وتعالوا كده نشوف التتار لما جوم إلى العالم الإسلامي. التتار يا أولاد جوم إلى العالم الإسلامي ليستولوا عليه قاطبة، كله يستولوا على كل العالم الإسلامي بخيراته وبكل ما فيه، لدرجة أن التتار وهم قادمون إلى العالم الإسلامي قتلوا النساء والأطفال وألقوا بالمكتبات وكتبها في نهر دجلة والفرات بالعراق. تخيلوا كده، لدرجة أن مياه نهر دجلة والفرات اسودت من كثرة ما ألقي فيها من إيه؟ من كتب. تخيلوا فعلوا هذه الأفاعيل حتى وصلوا إلى فلسطين، لكن المصريين
أبوا أن يتركوا التتار ليهزموا العالم الإسلامي رئاسة. وقف المصريون جميعا في نفس واحد. ولما نقول في نفس واحد يعني مسلمين ومسيحيين وقفوا لمواجهة هذا الغزو التتري، فقاوموا جميعا في بسالة إلى أن تحقق النصر على التتار وطردوا التتار من العالم الإسلامي. إذا تحدث التاريخ عن مصر يقول إن جيش مصر وشعبها قد أبى أن يترك بلاده فريسة للغاص الصهيوني، بل إنه بادر العدو الصهيوني وطرده من مصر في حرب الثالث من أكتوبر عام 1973. عما يتكلم التاريخ؟ التاريخ قد امتلأ، وجعبة التاريخ لا تزال ممتلئة بسمات وصفات الشعب المصري العظيم. هذا الشعب الذي سطر التاريخ صفحات ناصعة في ترداد محامله ومكارمه، ولم لا، فهو الشعب العظيم الذي أبى أن يسلب أحد من الناس حريته. نعم، لكن هنا السؤال، بعد ما اتكلمنا كل الكلام ده عن مصر وعن شعب مصر، ايه وجدنا ناحية هذا الوطن العظيم؟ ان احنا نحميه ونعمل كل حاجة وندفع عليه بأي طريقة تخلي محدش يعني مفيش اي اعداء يدخلوله او حد يهدم المساجد او. نعم جميل، احسنت. ويجب علينا أن نحافظ على مناطقه وأن نتعلم تعليما جيدا حتى نقدم لربنا حاجة. أحسنت. فلنعلي الصوت قليلا. جميل، أحسنت. إن واجبنا تجاه مصر لواجب عظيم لا يقتصر الواجب في فترة الحرب بس، ففي الحرب دماؤنا وأموالنا وكل رخيص وغال فإنه فداء للوطن، كما قال الشاعر مصطفى صادق الرافعي، قال إيه؟ ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين ديني. هكذا يكون الحال في وقت الحرب، وقد ظهرت معادن المصريين جلية وواضحة في وقت الحروب. كذلك يا أبنائي في وقت السلام يجب أن تتحد كلمتنا، لأن الاتحاد قوة، ولن تكون لنا كلمة إلا إذا كان زرعنا من فأسنا. يعني مش هتبقى لنا كلمة إلا ما ننتج كل حاجة من إيدينا مش من إيدين الآخرين، ولن تعلو قيمتنا إلا بنا، لأننا أبناء هذا الوطن الحريصين عليه. تمام؟ ولذلك يجب أن يعمل كل منا في مكان عمله. المدرس في مدرسته يعلم التلاميذ بما يرضي الله سبحانه وتعالى، المهندس في موقعه، العامل في مصنعه، الطبيب في مستشفاه، كذلك الباحث في معمله. فنكون كما قال الشاعر: بدم الأحرار سأرويه، وبماضي العزم سأبنيه، وأشيده وطنا نضرا، وأقدمه لابني حرا، فيصون حماه ويفديه بعزيمة ليث هجان. إلهنا ندعوك أن تحفظ مصرنا وأن تجنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا ربي أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.